قضايا عدة كانت مطروحة على طاولة مباحثات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الحسينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة وجود حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه دعت ميركل لإيجاد حلول للتصدي لتوجهات طهران العدائية في الشرق الأوسط. الإصلاحات الاقتصادية في الأردن وأزمات منطقة الشرق الأوسط والتي تتمثل في القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية في المنطقة كانت أبرز محاور مباحثات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الحسينية. الأوضاع الاقتصادية بالأردن شغلت حيزا كبيرا خلال جلسة المباحثات الثنائية، وتعهدت ميركل خلالها بتقديم كافة الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي بما فيها قرض ميسر غير مشروط قيمته 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مساعدات بقيمة 384 مليون يورو. ستمنح ألمانيا الأردن خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لمساعدتها على الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، فالإصلاحات يجب أن تكون متوازنة وألا تأتي على حساب المواطنين. العاهل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أكد أن القضية المحورية في المنطقة هي القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور الرئيس في تعزيز جهود السلام استنادا إلى حل الدولتين، ولا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وعلى الرغم أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو، إلا أن ميركل أعربت بعد لقائها مع العاهل الأردني عن قلقها من توجهات إيران العدائية في الشرق الأوسط على حد تعبيرها وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والذي أكدت أنهما بحاجة إلى حلول عاجلة. دعم ألماني كبير للأردن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط والتدخلات الإيرانية بالمنطقة قضايا طرحت على طاولة مباحثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعاهل الأردني امتدادا للعلاقة الوثيقة بين البلدين.